معانا الأستاذة بسمة من اسكندرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ نعمة وفضل الحمد ربنا لله، ربنا يجازيك خيرا عننا جميعا يا رب. الله يرضى عنك يا ست. أنا بس عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا أولا 50 سنة متزوجة الحمد لله من زوج ربنا يكرمه يا رب ويجازيه خيرا عننا ويرضى عنه في الدنيا والآخرة الحمد لله زي ما بيرضيني أنا وأولاده. أنا سؤالي عن الأذية اللي بتيجي مثلا من أقرب الناس، مثلا الوالد، يعني 85 سنة ووالدتي متوفية، في بقى اذيه، واذيه داخله برضو في التدخل في تربيه الاحفاد، مثلا حاجات مبادئ مش عايزه انا اعلم ولادي كده، يعني حتى لو هو مثلا كان هو بيربينا على حاجات معينه خاطئه مش عايزاها انا تبقى لولادي. عندي سؤال يا استاذه بسمه، عندي نعم؟ سؤال يا استاذه بسمه، هل حضرتك عندي السؤال. سؤال عندي سؤال يا استاذه بسمه، اتفضل اتفضل. هل هو حالته الذهنيه ايوه حالته الذهنيه كويسه جدا؟ هو بص يا دكتور، انا بقالي فتره بستمع يعني في اليوتيوب والحاجات دي، هو ينطبق عليه المواصفات اللي بيقولوا عليها اللي هي النرجسيه، بس انا مش هقدر اصنفه كده لان هو ما راحش اتعرض على دكتور، انا مش هقدر طب اصنفه. أديكي لكن هو أديكي معظم الصفات أديكي أديكي كلها شاطره وعارفه ان ما ينفعش ايوه ما ينفعش، ما ينفعش بس ان لما انا الاقي مثلا توقيع، لما الاقي مثلا اتكلم على زوجي مثلا ده سايبنا شويه طب يمكن تسمحي يعرف لي واحده ست، ممكن يعني الاقي نعم. ممكن يا استاذه بسمه تقولي لي السؤال وانا اوصف لك ان الحال انا ايه؟ الحمد لله خدت قراري ان انا احاول ابعد الاذيه على قد ما اقدر، بس انا ضميري بيوجعني، يعني انا ساعات ضميري بيوجعني ان انا ليه سبته هنا، انا ليه ما روحتش كذا، طب كانت عايز حاجه زي مثلا يطلع مع الولاد مثلا رحله، ولا انا قلت لا هطلع بولادي لوحدي، مش عايزه ان هو مؤذي وبيلعب على النفسيه جامد جدا، يعني كل حاجه مش عاجباه، اللقمه اللي بنعملها ايه ده، يعني نفسيتي في الاخر بتبقى متدمره. وقاعده بقى لو زوجي مثلا اتكلم في التليفون مش محترمني، مش عارفه ايه، لو ولادي اتشاقوا لا 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 انا قايم مش، فانا في الاخر انا ببقى مضغوطه عصبيا، اعصابي تعبت. طيب انا اجاوب على حضرتك يا استاذه بسمه، اجاوب على حضرتك، اجاوب على حضرتك يا استاذه بسمه، بس انا عايز اقول لك ان دي سمات بس حضرتك، بس احنا لما يكبر اولاد، لما يكبر ابائنا احنا محتاجين نتدرب. يعني انا ما بحبش بر الوالدين ده يبقى كده زي ما بيقولوا كده، بما ان حضرتك يعني ما بحبش بر الوالدين بيبقى باي لك، يعني ما بحبش بر الوالدين كده كاننا بنتولد ببر الوالدين، محتاجه تدريب، لان الوالدين في بعض الاحيين لما بيوصلوا لسن معين ليهم سمات، السمات اللي هو فيها دلوقتي وخاصة لو ما كانتش موجودة فيه وحصلت له دلوقتي، هو لأنه يريد أن يجد له مساحة في الحياة. التدخلات اللي حضرتك بتسميها تدخلات، هو مش عايز يفسد حياتك ويأذيكي، هو عايز يحس أنه هو عايش، لأن هو لو ما قالش رأيه في ده وما قالش رأيه في ده أنا عارف أن ده يضايق. هو نفس طريقة اللي احنا كنا بنعمله مع الأطفال، الطفل لما بيحط إيده هنا ولا بيعمل هنا هو مش واخد باله ان ده بيأذي. كذلك هو الراجل الكبير اللي عنده 85 سنة حصل له التنكيس الخلقي، يعني عاد مرة ثانية الى عقلية احنا لابد ان احنا نتدرب في التعامل معاه. انا مش عايز احملك هم المجتمع كله يا استاذة بسمة، بس احنا محتاجين نتدرب نتعامل ازاي مع كبار السن. احنا مش هنقدر نتحمل ان احنا في مجتمعنا نبقى زي المجتمعات اللي بترمي الكبار في الشارع ولا بترمي الكبار في وما يهتموش بيهم. وانا مش بحملك والله، انا بتكلم علينا كلنا، احنا محتاجين نتدرب شويه للتعامل مع كبار السن، للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه. احنا كمجتمع محتاجين الوعي ده، وان محتاجين نتدرب. واحد كبر في السن وبعض سماته بقت كده، بقى منتقد، بقى كذا 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 كذا، انا ممكن اقعد مع الاولاد واقعد مع كذا ونتعلم احتوائه، زي ما نتعامل لاحتواء الطفل الشقي لازم نتعلم احتواء الكبير المنتقد. واضح؟ احنا محتاجين نتعلم ان احنا نحتوي ذلك كبير السن المنتقد، وده جزء من برنا بيه. انما التعامل معه على ان هو مؤذي لان هو ما بقاش على نفس طريقه تفكيرنا، أنا ممكن يكون عليها ليها تعليق عليها. ليه؟ لأن ربنا أمرنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إحنا محتاجين شوية نتدرب إحنا قبل ما نقول إن هو مؤذي، لكن لو كان نفترض
ان هو بيعمل تصرفات فعلا تتسبب في الاذى، حاولي تتجنبي الاذى بس برفق، ما نتعاملش معاه بهذه الحديه. هذه الحده لا تتناسب ابدا مع الاباء والامهات خالص. لكن ان احنا نكون تعبنا من تدخلاتهم كويس، تعبنا من تدخلاتهم، ندير بقى مساحه التدخلات دي. دي نصيحتي لحضرتك ونصيحتي لكلنا كلنا، لان احنا لو ما حصلش ده احنا هيبقى عندنا مشكله.